السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. بفضل الله سبحانه وتعالى جتنا المولودة الجميلة هذه، ولكن أيضا لاحظوا يدينا عندها رخاوة، أيضا صحتها العامة مش ولا بد، لابد أن نعطيها اللي يسمى حبيب البهم وعلاج الرخاوة إن شاء الله. واحد سانتي واحد سانتي. الأم أيضا نعطيها بنسلين، بعد كم يوم ممكن نعطيها منظف رحم. شوفون يدين، شايفين الأقدام، علشان نتلافى هذا وتكون وقفتها جيدة نعطيها اللي هو تبع الرخاوة. عندنا الذرة الصفراء، هذه نعطي منها وجبة يعني مكملة تعتبر نوعا ما، أيضا غير البرسيم اللي موجود عندنا وغير الرودس. أبو الهول كيف حالك؟ باقي تبغى تاكلني؟ طيب أهلا يا فحلان، ما شاء الله على فحلان افندي. شوفوا ما شاء الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. جنيهات وين العارضي؟ زيك استاذ، تبغى نرجعك؟ ما راح نرجعك، لازم تقعد في التسمين. خلوكم عند النعمة وعند الخيرات، واضربوا بالخمس بالعافية يا عنزاتي الجميلات. لا تأكلني، لا تأكلني، أنا لست للأكل. سيد قفزة، سيد قفزة ما يخلي أحد. يا أبو الهول، يا أبو الهول، ليش مضاربات؟ ليش يا سيد قفزة؟ مسوين انكم كبار يعني؟ وانت يا ابو قصة، انت معجبك الوضع ولا عندك وجهة نظر؟ خلاص سيد قفزة، يا ابو الهول، يا ابو الهول، الله يصلح. والله ولد سيد قفزة صاير قوي. طيب لازم نفكهم هذا، ان شاء الله بدا نوعا نوعا ما يتحسن، الاحمر هذا والاصفر هذا. عنزاتي الجميلات، طيب احنا كان زي ما انتم عارفين موسم البرد، والان ان شاء الله يعني بدأت تحسن الاجواء. المجموعة هذولا اغلبهم كلهم مليانين قمل، تمام، فيهم براغيث، لابد نعمل لهم واحد دش كذا، سواء استخدمت الجرة، وانا صراحة ما انصح فيها، ممكن ديتول وماء، ويعني الساعة 10 الصباح يعطون رشة يغطسون في جركل ولا في شيء، ولا يعني يكون أفضل. لو تلاحظون الصحة العامة كلهم ضعاف، شوف تشوفون ما في لحم، ما في لحم، عظم بس، مع أن صحتهم كانت أفضل من كذا بكثير، كلهم ما شاء الله كانوا متعافين، لكن القملة هذه تاكلهم. انا صراحة ودي امسك واحد وافحص وانا وياكم، لكن خلونا نشوف هذا مثلا، هذا بس يا حبايبي بس. طيب خلونا بس نفحص
شوي لو سمحتوا. يا جماعة بس نفحص واحد إذا تكرمتم. شايفين القملة هنا؟ الله يصلحكم. طيب أنا سويت فحص بسيط والله يكفيني وياكم الشر، كلهم مليانين قمل، لابد نظفهم من البراغيث هذه. أيضا بالإمكان إنك تستخدم الإيفومك، هو جيد يعني، هو يعني إن شاء الله إنه يزيل أيضا البراغيث هذه، لكن مع الغسيل أفضل، على طول يشيلهم، والعلاج أيضا مفيد. أي الله حبيباتي الجميلات، ما شاء الله عليكم. طبعا احنا بنعطيكم دش ونروشكم، ضبط أموركم، الصيف جاء. ما شاء الله هذه جيدة بس كذا مربوعة قصيرة يعني، البيضة هذه ما شاء الله مليانة، أمها تشبه أمها بالضبط يعني في البادية والجسم. هذه قصيرة، هذه هي أختها نحاف، إن شاء الله قادم الأيام يتحسنون. لابد إنه المراح كاملا ككلنا نعمل لهم غسيل، نوديهم المستوصف حقنا ونبدأ إن شاء الله نغسلهم جميعا، ونشوف بنت هوليوود إن شاء الله جيدة. بنت هوليوود أنا صراحة تعجبني الماعز الجماع اللي بدون قرون، اللي بقرون مزعجين. الآن الصغار مع أمهاتهم، اللي ترضع بنفسها جيد، اللي ما ترضع ولا بد أن نمسك لها، نمسك الأم للصغار ممكن يعني، يصيرون معروفات في المراحل ثلاثة أربعة خمس على حسب الأعداد اللي عندك، يصير إنه بعض الأمهات ما تقبل إنها ترضع أو إنها ترضع يعني بشكل غير جيد، لذلك نمسك الصغار للأمهات. تبغى ترضع يا بايدن؟ قولوا بالحلوين اللي قاعدين ورا الباب هنا، لا تلاحقني. هذا رقم ثلاثة اللي هو العزل للصغار، يعني انت صغير يعني. وقت الرضاعة الآن، كل واحد يروح لأمه. طبعا التنافس واللقافات تصير يعني، هذول ثلاثة وهذه أم هذا الصغير فقط، بس لازم يشاركون الشباب معه، يلقون عنده حليب يجون يشاركون النجاح، أهم شيء يشرب هو الصغير، بعدين الباقيين هذولا عندنا أمهات ممكن نخليهم يشربون منها غير هذه. هذه هوليوود أكبر عنز في المراح عندنا، وهذا ماسكين ويرضع منها بالعافية يا حبيبي بالعافية. يلا يلا عاد بالحركات، خلصت كل شيء. شكرا هوليوود لتعاونك معنا. خلاص الحلوين شربوا الحليب، صاروا مؤدبين. ما شاء الله فتحنا الفتحات اللي هناك، هذه كنا مقفلين عشان البرد، الان هي مفتوحه.
اهلا اهلا يا ست هانم، ازيك؟ ما شاء الله المؤدبين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، شكرا لكم جميعا. شوف عتريس، عتريس صباح الوردي او مساء الوردي. Thank you.